مساءكم خير. تياترو الصعيد تجربة فنية خالصة من قلب صعيد مصر، واللي فيكم بيشوف أو بيتعرض لمسرح الهواة زي ما بيقولوا عليه هيعرف أو أكيد عارف، مش محتاج أن أنا أفكره، أنه في مواهب عظيمة، أنه في طاقات وضحك وبهجة وديكورات وملابس وحاجة كده تأقرب إلى مسرح المحترفين بأقل الإمكانيات. مش عايز اطول في الكلام، بس عايز اقول لكم انه تياترو الصعيد من اسمه كده حاجه مبهجه قوي، انك تقول انه الفن والثقافه تبتدي وتقدم فنها للصعيد، دي حاجه عظيمه وتشرف. عشان كده احنا النهارده مبسوطين قوي انه معانا الفنانين اللي من تياترو الصعيد يمثلوا فريق كبير قوامه 80 شخص. ليديز فيرست بقى ابتدي بمرام، الفنانه مرام جمال ممثله مش كده؟ بشوي صابر جرافيك ديزاينر، وكيرولو صابر مخرج وكاتب، وهو بيتكلم كتير قوي عن الفريق، يقعد هو ده اللي عامل دوشه في الفريق. مساء الخير، هبتدي معاكي يا كيرولو. مساء الفل. متى بدا تياترو الصعيد؟ احنا في نوفمبر 2014 ده كان اول عروض الفرقه بتاعتنا، ووقتها كنا فرقه بس كان كل الفيجن بتاعتنا ان احنا عايزين نبقى في فرقه مهمه بتعمل عروض مسرح في المنيا، ويبتدي يبقى في ظبوط نور بيحصل للفنانين المستقلين الموجودين في المنيا. بعد كده الرؤيه دي حصل حاجات كتيره قوي اتغيرت لغايه ما دلوقتي بقينا مؤسسه، في الفرقه دي بقت مجرد جزء منها، بقى عندنا اكاديميه لتعليم الفنون الادائيه، عندنا مهرجان احنا شغالين عليه دلوقتي اسمه مهرجان المنيا للعروض القصيره، وغالبا ده حاجه متهيألي ممكن تكون من المرات القليله ان يبقى في حاجه مستقله بتحصل في منطقه الصعيد، ومهرجان بمسمى مهرجان وصناعه منيويه كامله. استنى نطيت بسرعه من 2014 نط المهرجان. اصل يا جماعه قبل الهواء قلت لهم هنقول بسرعه عشان الفقره قصيره. بس خليني اقف عند المهرجان واعرف المهرجان ده ثمره الست سنين اللي فاتوا مثلا. بالزبط. ده شراكه بينكم وبين شراكه بيننا وبين كذا مكان، يعني برنامج خارج حدود العاصمه اللي هو تابع لمعهد جوتا، كمان مركز جزويت التربوي في المنيا، ومؤسسه مجرايه، ومؤسسه دوار الفنون، ومؤسسه ميرايه. كل المؤسسات دي باستثناء مهرجان المشروع بتاع خارج حدود العاصمه كلها مؤسسات في المنيا وبتشتغل في المنيا. ففكره المهرجان نفسه ان هو صناعه منيويه خالصه. بالظبط. لجان مشاهده، لجان منيويه شاطرين. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي في المنيا عدد الفرق المستقله الموجوده في المنيا اعتقد ان هي بعد القاهره واسكندريه على طول كعدد فرق فنيه او بندات بتعمل ده في المنيا. يعني مش بس مسرح، يعني فرق غنى وانواع مختلفه كتير، وحتى اشكال المسرح نفسها احنا عندنا في تخصصات بقت كتيره، في فرق متخصصه في الرقص، فرق متخصصه في المسرح الاسود. الله فرحتوني. من الاماكن القليله اللي موجوده في مصر احنا عندنا فرقه رقص بالعصايه. موجوده الصعيدي ده فن الشعبي موجوده، فرقه الفن الشعبي بتاعت ملوي، فرقه تحطيب. هم بيعملوا ده بس. بص انا متاكده ان في فرق فنيه رهيبه، احنا مشكلتنا احنا عايزين نشوف الحاجه المنظمه دي، عشان كده احنا مبسوطين بيكم لانه تنجحتوا تقدموا فكره منظمه. اسالكم سؤال بقى، وانتوا اكيد عارفين الحكايه دي، بس انا لما شفت بشوي وكرولوس ومرام قلت لهم انتوا طالعين من مسرح الكنيسه، معروف مسرح الكنيسه بالمناسبه يا جماعه ثروه فنيه لازم تستغل، فواضح جدا انكم بداتوا من مسرح الكنيسه، ازاي بداتوا من مسرح الكنيسه وقدمتوا مسرح بقى للمجتمع واستوعبنا بعض وسال؟ طبعا انتوا الفريق ده مش فريق بس مسرح كنيسه، مش لا لا مش كنيسه خالص، عشان دايما بيتفهم كده انه اللي خرج. احكي لي بقى، احكي لي التجربه من اول ما كنتوا فرقه مسرح صغير. بص احنا في البدايه خالص احنا كنا فعلا الموضوع شويه تبع حفلات التخرج اللي هي ليها علاقه باسر كنيسه. طب بس بعد كده لما بدانا نحط نواه تياترو الصعيد، الكلام ده كان ما قبل تياترو الصعيد، بدانا نحط نواه تياترو الصعيد، عملنا اوديشنز تقريبا عملنا اوديشنز في بني سويف والمنيا واسيوط. الاوديشنز كانت موجوده متاحه للكل طبعا. ايوه ما هي دي الشطاره بقى، عملتوا الاوديشنز فين؟ يعني مين اداكوا مسرح اول مره تعملوا فيه اوديشن؟ اوديشن يا جماعه يعني اسمها اختبارات تمثيل، اختبارات يعني اكتشاف مواهب. اكتشاف مواهب. احنا في الاول كنا بادئين برضو بشراكه مع مؤسسات. حلو قوي. اللي كان بيتوفر لنا اوضه من كل مؤسسه. طب حلو. الاوضه دي كانت كفايه جدا ان احنا نعمل اوديشن للشخص،
ونقدر من بعدها نقيم كان الشخص هيكون معانا ولا لا. حلو قوي. جمعتوا كام واحد يا مروه؟ انتوا الفريق دلوقتي كام واحد؟ انا زي ما قلت لحضرتك كنا او ما زلنا 80. لا انت قلتي لي قبل الهوا، قولي بقى جوله. اوكي. احنا 80. احنا في المنيا مش معتمدين من بلد معينه، لا ده من المنيا من كل القرى بتاعتها. يعني اول عرض بداناه كان في 2016، كان مجمع من اول صملوط لغايه درمواس، كان كان كل بلد كان فيها ممثل، كان كل ده بيتجمع في المنيا. وازاي بقى سهوله انكم تعملوا بروفات وانه بتعرف تدير فنانين شراكات بقى؟ ايه بقى ازاي؟ بصي، هو الفكره ببساطه دايره العلاقات بتنفع قوي. انا واحد بشتغل من قبل كمان تياترو بشويه، وبحب ده. دايما الناس بتشتغل في الفن، الوقود اللي بيحركها هو حبها للفن، مش ان هو شغل او حاجه كده. لا لو شغل خلينا نقول كده، ما مش بياكل عيش. بالظبط، معروف احنا عايزين الفن ياكل عيش. فابتدينا نشتغل على فكره الشراكات، حتى في الكاستنج اللي كنا بنعمله كتير ده. احنا كنا بنروح واحنا عندنا فيجن ان احنا عايزين نروح للموهوب اللي موجود في نجع او في قريه جوه المحافظه او جوه المركز، اللي هو مش بيوصل عنده الحاجات دي. انا عايز اقول لك ان 80% من الفريق اللي بيشتغل معانا من كرة المنيا ومن كرة بني سويف ومن كرة اسيوط، ودي الفكره الاساسيه بتاعتنا، ان احنا عايزين مش بس كمان المركزيه اللي ليها علاقه بالقاهره، في مركزيه ليها علاقه كمان بالمحافظه، وفي ناس موجودين في الكرة بس مش بيوصل لهم الحاجات دي. فعايز اقول لحضرتك ان 80% من الناس اللي معايا في الفريق في الكاست احنا بنروح لهم الكرة، بنعمل حاجات ليها علاقه بكاستنج او اكتشاف مواهب او حاجات، وهم بيتحمسوا بعد كده يجوا يلتزموا في العروض. طبعا بالنسبه لهم بيبقى هم بيدوروا علينا زي ما احنا بندور عليهم. فاللي بيعرف يوصل لهم ده بيبقى فارق معاه قوي، ان انت اهتميت وجيت لي لغايه عندي. طبعا ففكره ان يبقى في حاجه موجوده بس انت محتاجه تتحرك. بالظبط، انتوا حركتوها، انتوا عملتوا حاجه حقيقيه. احنا نروح فاصل بسرعه ونرجع نسال مرام تحديدا على مشاركة البنات في المسرح، واحنا بقى احنا اللي غلطانين، فاكرين بقى يعني انه في الصعيد هيقولوا لهم لا ما تمثلوش. العمة والجلابية والحاجات اللي بعد الفاصل نرجع نكمل مع تياترو الصعيد. مساءكم خير، ولسه بنتكلم مع شباب تياترو الصعيد، ومعرفش كل ما اقول تياترو الصعيد انبسط كده. يعني لاني عايزه ارجع لك بقى يا مرام، انا واحده من الناس اللي بعترف انه الصوره الذهنيه اللي كنا نعرفها عن الصعيد غلط 100%، واي حد فينا ما بيزورش الصعيد كتير فايته كتير، فصحح لنا الصوره. حصل مقاومه انك تمثلي ورايحه فرقه المسرح والتمثيل، واحكي لنا بيتعاملوا ازاي مع البنات. بص، يعني هو اولا فكره ان انت بتروحي بروفات بالليل وترجعي بالليل كان الموضوع صعب جدا، بس للامانه يعني انا كان اكتر حد داعم ليا كان بابا وماما. يعني هم دعموني، هم كانوا بيقولوا روحي. كان في تنشنه في النص، بس يعني هم كانوا اكتر ناس كانوا بيفرحوا لما بيشوفوا النتيجه. اكيد لما يشوفوا العرض بقى خلاص. بس يعني انا بقى كبنت، انا شايفه الناس او عارفه الناس هم بيبصوا لي ازاي. ازاي؟ احكي. يعني بتتقال ازاي دي؟ سلبيه ولا ايجابيه يعني؟ لا سلبيه. بجد لسه لحد دلوقتي؟ بعض الناس. ده انا فاكراكي يعني هتبهريني وتقولي لي لا. بعض الناس يعني مش هقدر اجمع، يعني في ناس فعلا بتشجع ومؤمنين بالحركه المسرحيه. انتوا كام بنت في الفرقه؟ احنا في حدود مثلا 30. طيب ده رقم محترم يعني، في بنات بس يعني خالص محبش بنات، كان بنات بس. كان بنات بس. شاطرين كده. بشوي كونك مصمم جرافيكس، وبرضه بعض الناس بتفتكر ان التجارب المسرحيه في بدايتها يعوزها الفنيات، كلمنا احنا وصلنا لحد فين في الفنيات، او انتوا كفرقه وصلتوا لحد فين؟ بصي، احنا عندنا مشكله صغيره ليها علاقه بالسينوغرافيا عموما. احنا شويه بنشتغل بصوا بروفيشنال ازاي، انا بقول له فنيات وبيقول لي سينوجرافي، يعني بيصحح هذا بروفيشنال. لا خالص، ده حقيقي بروفيشنال. لا انا مبسوطه يعني. احنا شويه بنعتمد على المسرح الفقير الى حد ما،
لان احنا اوريدي البادجت بتاعتنا مش بتكون واو يعني فما عندناش المساحه الكبيره قوي ان احنا نلعب سينوغرافيا كتيره. علشان كده حتى العروض اللي بتكون محتاجه شغل كتير دي بتكون عروض سنويه، والعروض اللي هي العروض اللي بتكون عروض مستمره بتكون عروض ابسط، لان احنا بنعتمد اكتر على الماتيريال اللي احنا بنقدمها. طبعا الشكل كتوتال بيكون حاجه كويسه بس في نفس الوقت مش حاجه مكلفه واو. طبعا يعني ده منطقي، وبالتالي انتوا بتحتاجوا الشراكات الماديه كمان. بالظبط. كرولوس، امتى نقول ان تياترو السعيد نحب نقطع تذكره ونروح مسرح كبير ونتشيك ونحضر حفلات ونكسب بقى والفنانين يكسبوا والدنيا تبقى لذيذه؟ امتى ده ممكن يبقى نموذج يحصل؟ متهيألي اول حاجه لما اغلب الاعلاميين يكونوا زي حضرتك، ده بجد. لا العفو. لما يبتدوا يفكروا انه مش بس هعمل سبوت على الناس اللي بتعمل ده في القاهره، ابتدي افكر في الناس اللي موجوده في الاقاليم. احنا اوريدي بنعمل ده، اوريدي بقى دلوقتي في ناس بتيجي تقطع تيكت علشان تحضر لنا عرض. حلو. احنا مصرين ان لازم تكون الحاجات بتاعتنا مش بشكل مجاني كامل، لان الناس تبتدي تقدر قيمه الفن. طبعا. وفي نفس الوقت نبتدي نحط الافكار بتاعتنا جوه الشغل. احنا بنتعرض طول الوقت للمشاكل اللي ليها علاقه بشكل الصعيد، مش المشاكل اللي مصدرها الميديا او مصدرها التلفزيون. المشاكل الحقيقيه اللي الحقيقيه يعني احنا ما عندناش الطار والقتل ووقد البنات والحاجات اللي كانت زمان قوي دي ما بقتش موجوده. مشاكل شكلها اتغير، ومشاكل ليها علاقه بشكل المجتمع المصري ككل دلوقتي. فامتى نقول ان تياترو الصعيد بقت حاجه كبيره او بقى في شركه كبيره بتعمل ده؟ لما اولا يبقى في سبوت ضوء علينا، لما يبقى الدولة بتتعامل مع الفنانين المستقلين. أيوة. بنفس الشكل اللي بتعامل معاه مع الفنانين اللي لهم علاقة بالثقافة الجماهيرية أو لهم علاقة بالشكل القانوني أو الحكومي أكثر. فهمك وهجاوبك وهسألك. يعني أنا كنت فعلا عايزة أسألكم وأقول لكم ليه مثلا ما تبقاش في شراكات مع قصور الثقافة اللي موجودة في حتت كتير. قصور الثقافة عاملين شغل عظيم وحلو، بس وليه لا ما يبقى في مسرح بتقدمه قصور الثقافه ومسرح مستقل بتفتح له ابواب قصور الثقافه؟ فكرتوا في ده؟ احنا اوريدي فعلا فكرنا في ده، بس بشكل شخصي. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، المهرجان اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، مهرجان المنيا للعروض القصيره اللي بيدربوا فيه الاستاذ اسامه طه مخرج مسرحي، استاذ اشرف عتريس مخرج مسرحي، استاذ رأفت مخيل، استاذ حمدي طلبه، استاذ لويز المنياوي، كل الناس اللي بتدرب في المهرجان ده هم ناس من مخرجين الثقافه الجماهيريه. بس احنا مش بنتعامل مع ثقافه مع يعني اصول الثقافه بشكل رسمي، احنا بنتعامل مع المخرجين اللي هم عارفين شغلنا. لا انا عايزه اصول الثقافه او انا بطلب ده من وزاره الثقافه اهو دلوقتي، انه ليه ما تفتحش للعروض المستقله؟ جراه خبطتوا حد قال لكم لا؟ هو للامانه احنا ما خبطناش بشكل رسمي يعني. طب ادينا خبطنا في التاسعة. خد الحته دي كده وروح اقول لهم احنا عايزين نخبط دلوقتي. فاقصد اقول انه ليه احنا متحمسين؟ احنا متحمسين عشان ده سؤالنا الاخير، احنا وقتنا بيخلص. انتوا هتقولوا لي ايه التغيير اللي رصدتوه في المجتمع بسبب ما يقدمه المسرح؟ احنا هنا طول النهار نقول في البرامج يا جماعه المجتمع مش هيتغير غير بالفن، مش العنف مش هيقل غير بالفن. انتوا رصدتوا ايه؟ شفتوا مرام؟ هو يعني على مستوى مثلا الصعيد، احنا لما احنا بنقدم عروض يعني ممكن هتلاقي في بعض العروض زي ما هو قال كرولس، هو ما كانش زي الاول وقت البنات والاثار والحاجات دي، بس في بعض يعني بتناقشوا القضايا، اقصد بتسمعوا رد فعل شكله ايه على المنتج اللي بتقدمه. احنا دايما بناخد ريفيوهات كمان من الجمهور بعد العرض، فيديوز. لو حضرتك شفت البيج بتاع الفريق او البيج بتاع المؤسسه هتلاقي طول الوقت احنا بناخد ريفيوهات من الناس. قولوها لي. طول البخل ده. الناس طول الوقت بتقول ان اللي بيحصل ده مختلف وبالنسبه لنا. اقول لك حاجه يعني في عجاله كده، لما بيبقى في اسره اب وام واطفال قرروا ان هم يتفسحوا فيروحوا يشوفوا مسرح، هنا في القاهره سهل قوي يروحوا القومي او يروحوا اي مسرح. ولا في القاهره بقى سهل، بس انت بتقول هو ده اللي احنا بندور عليه. ده عندنا بقى هو ده اللي بقى موجود. ابتدى دلوقتي يكون في اسر بتيجي تتفرج على مسرح فيبقى في فسحه. حلوة. ابتدى يكون في فنانين مستقلين مش لازم يروحوا القاهره عشان ياخدوا ورشه، فبييجوا عندنا الشركه بياخدوا ورشه. حلو. كمان الفرق المستقله اللي موجوده ابتدى يبقى في مهرجان. انا دلوقتي بالمناسبه ان القومي، مهرجان القومي دلوقتي موجود. واحنا عندنا مهرجان المنيا للعروض القصيره في نفس الوقت. حلو. غالبا ما فيش في الوقت ده في محافظه ثانيه فيها مهرجان غير في الصعيد وفي القاهره، وكان طول الوقت العروض بتاعه القومي لازم تكون موجوده في القاهره وبس. فتخيلي ان القومي شغال واحنا شغالين في نفس الوقت. بالزبط. اللي كلنا كنا بناخد اجازه عشان نروح نشوف عروض القومي. فده جزء كمان من الفيجن بتاعتنا، انه
في هنا 10 فرقه او 15 فرقه، ففي اكتر من شهر الجمهور ده هيبتدي يشوف عروض بافكار مختلفه وبحاجات مختلفه. ده مصري وده مصري، واحنا طول عمرنا مشكلتنا ربط السكتين دول ببعض، الثقافه ما بين الصعيد والمدن او مدن الصعيد ومدن الشمال. انت عايز تقول لي حاجه من التاثير هو في 30 سنه؟ اوكي، احنا كفاوندرز لقينا في اختلاف دلوقتي عن زمان في حته البنات كمان. يعني احنا كان عندنا ريزيستنس كبيره في الاول ان لا بنات هيجوا يعملوا معاكم عروض وهيبقى في مشاكل كبيره قوي في البروفات او ان هم يسافروا من مركز للمحافظه. دلوقتي الموضوع اختلف بشكل تدريجي، اي نعم لسه ما وصلش يعني للتارجت اللي احنا عايزينه بس كمان الموضوع ده اختلف شويه كبيره عند اهالي البنات على الاقل ان هم يمثلوا. بالظبط، فدي حاجه بالنسبه لنا احنا شايفين ان هو جزء من ودي مسؤوليه عليكم، يعني ان كل ما انتم تبقوا بيئه امنه وكل ما انتم تبقوا بتقدموا حاجه حقيقي مختلفه فالناس هتثق فيكم اكتر. انا بشكركم، نورتوني واشكروا لي ال 80 فرد الاعضاء الثياترو، نورتونا وان شاء الله اشوفكم دايما بتقدموا فن مؤثر ونسافر لكم احنا بقى ونقطع التذكره الحلوه. شكرا ليكم. الاستاذ كيرون الصابر فنان ومخرج وكاتب مسرحي، استاذ بيشوي صابر جرافيك ديزاينر، والفنانه مرام جمال ممثله في فرقه تياترو السعيد. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.